عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار التاسعة أبدأها بالعناوين. في ختام زيارته لسلطنة عمان، السيد الرئيس يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. السيد الرئيس يؤكد أن المركز سيناقش في اجتماعه القادم القضايا السياسية والتنظيمية وجدول الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل. شهيد وعشرات الإصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال شرق دير البلح. وتواصل الاعتصام في قرية الخان الأحمر، والاحتلال يدمر غرفا صفية في مدرسة شمال طوباس. سعدت مساء مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى تفاصيل التاسعة. استشهد مواطن وأصيب 6 مواطنين أحدهم بجروح خطيرة خلال مواجهات اندلعت شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على عشرات المواطنين لدى اقترابهم من السياج الحدودي شرق مدينة دير البلح، ما أدى إلى إصابة 6 منهم، أحدهم برصاصة في البطن وحالته وصفت بالخطيرة. هذا ونقلوا جميعا إلى مشفى شهداء الأقصى في المدينة لتلقي العلاج. أكد السيد الرئيس محمود عباس أن المجلس المركزي سيناقش خلال اجتماعه المقبل كافة القضايا المحلية والتنظيمية والسياسية، أهمها الموقف الأمريكي والقرارات التي اتخذت مؤخرا بما فيها إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن. المجلس سيناقش كل القضايا المحلية وكل القضايا التنظيمية والقضايا السياسية. أهم القضايا السياسية طبعا هي الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية، القرارات التي اتخذت في أمريكا فيما يتعلق بإغلاق مكتب منظمة التحرير، فيما يتعلق بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، فيما يتعلق بموقفهم من الأونروا والاستيطان والأمن وغيره. وأضاف سيادته في لقاء خاص مع تلفزيون فلسطين أن المجلس المركزي سيبحث جدوى استمرار العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة في ظل نقضهما لكافة الاتفاقيات المبرمة مع القيادات الفلسطينية. إسرائيل طبعا نقضت وخالفت الاتفاقات التي بيننا، منها بدءا من أوسلو وبعدها مجموعة من الاتفاقات إلى اتفاق باريس، وهذه كلها نقضتها. ولذلك السؤال ما هو العمل معهم؟ نحن رأينا، وهذا الرأي طبعا بالأخير لا يلزم المجلس، ولكن المجلس هو صاحب القرار، هو الذي يجب أن يقرر وأن يقول. ما دام هؤلاء سواء الأمريكان أو الإسرائيليون قد نقضوا هذه القرارات فنحن سنكون في حل منها جميعا. وأكد سيادته أن الحكومة تقدم قرابة 96 مليون دولار لقطاع غزة، وأن ما يدور عن فرض عقوبات افتراءات لا أساس لها. ونحن نقدم لغزة 96 مليون دولار شهريا، وبالتالي الحديث عن العقوبات إنما هو هراء وهو نوع من الإساءة للسلطة الفلسطينية في غير مكانها. وشدد سيادته على العلاقات التاريخية التي تربط القيادة الفلسطينية مع الأشقاء في سلطنة عمان قيادة وشعبا. في بيننا وبين عمان علاقات تاريخية، والعمانيون وعلى رأسهم جلالة السلطان دولة لها عنوان واحد، وهي أنها دولة حكيمة، يعني تقودها الحكمة والعقلانية. ولذلك لابد أن نحرص نحن على تواصلنا مع هذه الدولة التي ليس لها مصالح خاصة تريد أن تبيع هنا وهنا وتشتري هنا وهنا، وإنما إذا استطاعت أن تتصدى لمشكلة أو قضية
تحلها بصمت ولا تريد جزاء ولا شكورا. هذه هي عمان. إذا وسنبث على حضراتكم اللقاء الخاص مع سيادة الرئيس عقب نشرة الأخبار مباشرة. وكان السيد الرئيس محمود عباس قد غادر سلطنة عمان بعد وداعه من قبل مستشار السلطان شهاب بن طارق آل سعيد والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبد الله وسفير دولة فلسطين لدى السلطنة تيسير جردات على أرض المطار. والتقى سيادته خلال زيارته السلطان قابوس بن سعيد وبحث عددا من القضايا وفي مقدمتها آخر التطورات على القضية الفلسطينية وما يخص مدينة القدس والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات. كما التقى سيادته وزير الشؤون الرياضية العماني الشيخ سعد بن محمد السعدي ورئيس الاتحاد العماني لكرة القدم الشيخ سالم الوهيبي. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والمحلل السياسي سلطان الحطاب. أستاذ سلطان أهلا ومرحبا بك. أهلا فيك، مساء الخير. نعم، الحراك الدبلوماسي الفلسطيني العالي المستوى يتواصل بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس. الأهمية التي تكتسيها زيارة سيادته لعمان ولقائه السلطان قابوس في هذه المرحلة في ظل حراك ومواجهة كافة التحديات التي تحيط بالقضية الوطنية. نعم، تكتسب هذه الزيارة أهمية كبيرة كونها تأتي إلى سلطنة عمان التي لها صورة خاصة في حيادها الإيجابي وفي انخراطها في القضايا بجدية وعدم ذهابها إلى سياسة المحاور. وأعتقد أن الرئيس وجد في زيارته للسلطنة ارتياحا واسعا وتفاهما شديدا كون السلطنة تسند القضية الفلسطينية وعبرت عن إسنادها بزيارة وزير الشؤون الخارجية السيد يوسف بن علوي بن عبد الله إلى القدس ومقولته المشهورة ليس من سمع كمن رأى. وقد عكس سيادة الوزير الموقف العماني برمته وترتب على هذا الموقف قيام الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس دولة فلسطين بزيارة إلى سلطنة عمان قابل فيها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد وهي من اللقاءات القليلة والنادرة والمثمرة أيضا. وأعتقد أن السلطنة تسند القضية الفلسطينية وتفهمها وشاركت بشكل فاعل في الدورة 73 في الأمم المتحدة بكلمة لوزير الشؤون الخارجية كانت كلمة واضحة وعميقة وذات دلالة. وأيضا مشاركة السلطنة في كلمة الجامعة العربية حول القدس والتي تعتبر شهادة واضحة لوزير الدولة باسم سلطنة عمان حول القدس حين استنض همم القادة العرب وطلبهم بتغيير الخطاب الروتيني التقليدي حول القدس وضرت ترجمة مواقفهم من ذلك. أعتقد أن عمان ممثلة أيضا بسفرائها في المملكة الأردنية الهاشمية والذين هم على صلة وثيقة وعلى رأسهم الشيخ مسلم البرعمي الذي كان سفيرا للسلطنة في عمان بذلوا جهود كبيرة في عكس موقف السلطنة بالمساعدات المالية والعينية سواء كان ذلك في الزيارات المتتالية التي نعم سيد سلطان إلى جانب هذه القضية هذه القضية المحورية أهمية ما تحدث به وزير الخارجية يوسف بن علوي وكذلك الدو العلاقات العمانية مع العالم بشكل عام كم تكون مساندة للتحرك الفلسطيني في عقد المؤتمر المتعدد الأطراف أيضا يعني تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية. وكما ذكرت أنه كان في القدس وشاهد بأن ما يرى ليس كما يقال. نعم، أنا أعتقد أن موقع عمان الدبلوماسي على الخارطة الدولية كون لدى عمان فائض إيجابي في سياستها الخارجية غير المثلومة والسياسة المحترمة من كل الأطراف سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى من إيران من دول المنطقة والإقليم أو حتى من دول العالم المختلفة تحظى سلطنة عمان بتقدير كبير. وأعتقد أن طرق الرئيس محمود عباس للباب العماني من أجل أن يسمع
صوت فلسطين وقضية فلسطين، وأنا بعتقد أن السلطنة سوف تقوم بدور، وهي التي استطاعت أن تقرب الإيرانيين من الأمريكيين قبل قدوم ترامب، مما نتج عنه الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي الشهير، وأيضا قربت سلطنة عمان الإيرانيين من السعوديين قبل الأزمة الأخيرة السعودية التي توترت فيما بعد. وعمان تلعب دور كبير أيضا في الأزمة اليمنية بوساطة نزيهة في إسناد الشعب اليمني، وهي ليست متورطة لا في التحالفات العربية ضد سوريا ولا ضد اليمن ولا ضد كل هذه الأطراف. نعم سيد سلطان، بالعودة للحديث عن هذه الزيارة لسيادة الرئيس، كيف يمكن أن تنعكس مثل هذه الزيارات التي تربط دولة فلسطين بالدول العربية علاقات، ويعني علاقات وثيقة وجيدة نوعا ما، كيف يمكن أن تنعكس على الموقف العربي ككل ووحدة هذا الموقف في مواجهة ما تسمى صفقة القرن والمخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية، سواء كان ذلك على مستوى الوطن العربي أو أيضا في المحافل الدولية؟ يعني مثل هذه الزيارة تحاصر إمكانية سريان صفقة العصر وأضرارها، لأن العمان علاقات دولية تقبل القسم على الجميع مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع أطراف إقليمية ودولية فاعلة، وأعتقد أن إسناد عمان للموقف الفلسطيني يلعب دور كبير، كون الرئيس أيضا يتمثل، الرئيس محمود عباس يتمثل مثل هذه السياسات وهو ناجح في إحرازها أيضا، وهناك شبه بين السياسة الفلسطينية والسياسة العمانية في الحياد الإيجابي، فالرئيس عباس وأيضا منظمة التحرير الفلسطينية لم تتورط في الصراع مع أطراف هنا أو تلك في الصراعات الإقليمية المحلية، وبالتالي ظلت تقبل القسم على الجميع. عمان مفتاح لكثير من الاتجاهات السياسية والعواصم، وأنا أعتقد أن الرئيس عباس يريد استخدام هذه الطاقة الإيجابية الكبيرة للسلطنة في العالم العربي وأيضا في العالم الدولي والإقليمي ولدى المحافل الدولية كافة. الإيجابية الفائضة لدى سلطنة عمان ولدى دولة فلسطين وسيادة الرئيس التقت في نفس النقطة من أجل الانطلاق باتجاه العالم من أجل يعني وصول الحق الفلسطيني. شكرا جزيلا لك السيد سلطان الحطاب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان. ونتواصل في نشرة الأخبار ونتحول الآن إلى الزميل فؤاد جرادي معنا من غزة، هناك شهيد وإصابات في غزة نتيجة لعدوان الاحتلال، الجديد لديك فؤاد تفضل. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. بداية، سمع قبل قليل دو انفجار في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، ولكن بالتأكيد لم نعلم حتى هذه اللحظة ماهية هذا الانفجار، وسوف نكون معكم على تواصل حين نعلم ماهية هذا الانفجار. هناك شهيد بالفعل، هذا الشهيد هو الشهيد منتصر محمد إسماعيل الباز، والذي يبلغ من العمر 17 عاما، والذي ارتقى شهيدا في المناطق الشرقية لمحافظة دير البلح، حيث انطلقت مسيرة مساندة لمسيرة العودة الكبرى، مما أدى إلى يعني هناك إصابات، حيث أقام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرد على المشاركين السلميين في هذه المسيرة بإطلاق قنابل الغاز والرصاص الحي. كان هناك أكثر من 20 إصابة بالإضافة إلى 6 إصابات بالرصاص الحي، يمتثلون الآن هم للعلاج في مستشفى شهداء الأقصى. هذا الشهيد كان قد أعلن عن استشهاده وارتقائه شهيدا قبل 3 ساعات من الآن من مصادر طبية، ولكن علمنا بعد ذلك بأنه قاموا بإنعاش قلبه، وبالفعل قد يعني بقي على قيد الحياة حتى أعلن عن استشهاده الآن بشكل رسمي من وزارة الصحة قبل قليل. وبذلك ترتفع أعداد الشهداء منذ انطلاق هذه المسيرة في 30 من مارس الماضي حتى هذه اللحظة إلى 208 شهداء، بالإضافة إلى أكثر من 20,000 إصابة، الإصابات مختلفة ما بين حالات الاختناق وما بين حالات الإصابة، الإصابات أيضا كانت هناك كبيرة. الآن يسمع هروع أو سيارات الإسعاف تهرأ ربما نتيجة هذا الانفجار. على أي حال، بالعودة إلى هذا الخبر أيضا، نحن نؤكد بأن قوات الاحتلال كان من الملحوظ أنها تتعمد إلى استهداف الشبان في الأطراف السفلية، وقد شهدنا وجود أعداد كبيرة من الشبان منذ انطلاق هذه المسيرة حتى هذه اللحظة، حالات بتر في الأطراف السفلية والأطراف العلوية، وهذا يؤكد بأن هناك استهداف مباشر ومتعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالرغم من سلمية يعني هذه المسيرة وبالرغم من مشاركة الأطفال والنساء، وربما الأعداد التي وصلت بها أعداد الشهداء للأطفال والسيدات والنساء في هذه المسيرة هي أكبر دليل على سلمية هذه المسيرة وخلوها من العسكر. نعم إليك زميلتي. بالتأكيد سنبقى على تواصل معك لمتابعة كل الجديد وآخر التطورات في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك حتى هذه اللحظة فؤاد جرادة مراسلنا من المحافظات الجنوبية.
في الشأن الحكومي، استقبل رئيس الوزراء رامي الحمد الله في مكتبه برام الله نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان والوفد المرافق له. ورحب الحمد الله باسم السيد الرئيس محمود عباس والحكومة وشعبنا بزيارة الضيف والوفد المرافق، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والمميزة بين جمهورية الصين الشعبية وفلسطين ومدى التعاون المشترك بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي. وأطلع رئيس الوزراء الضيف على آخر المستجدات السياسية وانتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا والخطوات الأمريكية الداعمة لذلك. ودعا رئيس الوزراء الصين إلى أن تلعب دورا فاعلا في العملية السياسية باعتبارها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن ودعم مبادرة السيد الرئيس محمود عباس للسلام، مطالبا الصين بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها واحترامها للقانون والقرارات الدولية. ومن جانبه نائب الرئيس الصيني وأكد وقوف الصين إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة ودعمها لحل الدولتين وحقوق شعبنا، معتبرا أن القضية الفلسطينية القضية الجوهرية في الشرق الأوسط والعالم. وعقب الاجتماع وقع الجانبان مذكرتي تفاهم، الأولى بين وزارة التجارة الصينية ووزارة الاقتصاد الوطني بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وفلسطين، والثانية بشأن موافقة الصين على تقديم دفعة من البلاطات العشبية الصناعية لتعشيب الملاعب الفلسطينية والتي سيتم تخصيصها من حساب المنحة الصينية المنصوص عليها في اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين الحكومتين الصينية والفلسطينية بتاريخ 13 من تشرين الثاني عام 2005. هذا وكان الحمد لله استقبل نائب الرئيس الصيني بمراسم رسمية حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما. وعقب لقائه الحمد لله وضع نائب الرئيس الصيني وانغ تشي تشان إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد الراحل ياسر عرفات بمدينة رام الله، ذلك في إطار زيارة يقوم بها إلى فلسطين. وكان في استقباله أمام مقر الضريح أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم. وكان نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان زار كنيسة المهد في بيت لحم وتجول فيها، وذلك في مستهل زيارته إلى فلسطين. وكانت في استقبال الضيف على بلاط كنيسة المهد وزيرة السياحة والأثار رولا معايعة إلى جانب محافظ بيت لحم كامل حميد وحشد من فعاليات المحافظة. وبعد استقباله توجه برفقة مستقبليه إلى داخل الكنيسة حيث قدمت معايعة شرحا مفصلا عن الترميمات الأخيرة وإعادة التأهيل التي جرت فيها.
زار اليوم مدينة بيت لحم وبالأخص كنيسة المهد، تعرف على كل شيء موجود في داخل الكنيسة طبعا من ناحية دينية، وأيضا تعرف على ما جرى في كنيسة المهد أثناء فترة حصار الكنيسة في الانتفاضة الثانية. طبعا هذه الزيارة هي مهمة جدا، وبالنسبة لنا كسياحة نعتقد أنه مثل هذه الزيارات هي مهمة لتشجيع السياحة إلى فلسطين. زيارة مهمة لفلسطين ولبيت لحم، هذه الزيارة فيها دعم سياسي كبير في ظل الظروف الصعبة التي يحاول البعض فيها التقليل من الشأن الفلسطيني والالتفاف على القضية الفلسطينية والشرعية الفلسطينية. نقول للصين شكرا لكم لأنكم داعمين للقضية الفلسطينية تاريخيا، واليوم هذه الزيارة هي استمرار لهذا الدعم، وندعو إلى مزيد من الزيارات من رؤساء ووزراء ورؤساء حكومات إلى فلسطين. في موضع آخر، قال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون إنه يقع على عاتق المجلس المركزي في دورته القادمة اتخاذ ما يلزم من قرارات مدروسة تعالج الحالة الفلسطينية داخليا وتصد الموجات المتتالية من الضغوط وتجنب اتخاذ قرارات متسرعة لا يمكن لها سوى إضافة مزيدا من التعقيد والاستعصاء. وأضاف الزعنون في افتتاحية العدد 58 من مجلة المجلس الوطني الفلسطيني إنه لا يجب التسليم للسياسات والإجراءات الهادفة لتحويل الانقسام إلى انفصال ومواجهة كل من يحاول المس بثوابتنا الوطنية التي دافع عنها وما يزال الشعب الفلسطيني بدماء أبنائه جنبا إلى جنب مع تضحيات القادة الشهداء. وأكد الزعنون أن المجلس المركزي ينعقد الأسبوع القادم في ظل تعاظم التحديات واشتداد الضغوط على شعبنا وقيادته بهدف النيل من ثوابت قضيتنا. تفرض سلطات الاحتلال إجراءات مشددة على المواطنين في بلدة يعبد والقرى المحيطة بها جنوب غرب جنين، حيث تمنعهم من البناء في أراضيهم وتخطر بهدم العديد من المنازل لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية. ست مستوطنات تلتهم آلاف الدنومات من أراضي المواطنين قرب بلدة يعبد جنوب غربية جنين. هذا الجدار بضايقنا، عمل على تقطيع العلاقات الاجتماعية بين منطقة زبدة والقرى المجاورة، اقتطع نسبة حوالي 55% من أراضينا الزراعية. وتتفاقم معاناة المواطنين هنا لأن الاحتلال يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم إلا عبر تصاريح موسمية بحجة أنها مناطق عسكرية، كما ويفرض إجراءات مشددة تعيق تنقلهم اليومي. بالنسبة للتصاريح صعب جدا تنحصل على التصريح، أو المزارع اللي بده يطلب منا الزيتون بده مشكلة يحصل على تصريح يفوت يلقى 300 دونم اللي جوا زيتون، وهذا مشكلة. والجدار هذا المخصوم نفسه مشكلة، يعني بالنسبة لنا نفوت عليه 10 أو 15 مزارع بنلاقي صعوبة جدا، وفي كثير من الناس ما بيقبلوا يدخلوا على هذا الأرض هذه. العشرات من منازل المواطنين هدمت بحجة عدم الترخيص، كما أن إخطارات الهدم تتزايد. احنا قدمنا ترخيص، بعرفش عاد شو بصير بعدها، ووقفنا محامي وبنشوف هسه بنناشد المسؤولين، انا عارف شو نسوي والله ما نعرف. يعني هاي الدور صارت مكلفه حوالي 200,000 شيكل كل دار، يعني هاي الاختارات معي وبعرف شو نسوي، ناشد الرئيس المسؤولين يساعدونا. 9 تجمعات سكنية يسكنها 10,000 مواطن ضمن ما يعرف بمنطقة جيم التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة. آلاف الدنومات تلتهم أراضي المواطنين هنا عبر المشاريع الاستيطانية التي يقوم بها الاحتلال، ما يجعل حياة المواطنين تنقلب رأسا على عقب. وديع شحادي، تلفزيون فلسطين، جنين. طلبت فرنسا سلطات الاحتلال بالتخلي بشكل نهائي عن قرار هدم الخان الأحمر شرقي مدينة القدس المحتلة وإزالة الشك الذي يهدد مصير هذه القرية الواقعة في منطقة ضرورية لاستمرارية الدولة الفلسطينية المستقبلية وديمومة حل الدولتين. وأكد بيان نشر على موقع القنصلية الفرنسية العامة في القدس المحتلة أن فرنسا وشركائها الأوروبيين دعوا مرات عديدة السلطات الإسرائيلية إلى عدم تنفيذ هدم الخان وتهجير سكانها قسرا. إلى ذلك، يتواصل الاعتصام المفتوح في قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم والترحيل اليوم 26 بعد 100 على التوالي. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه قادة الاحتلال تهديداتهم بهدم القرية، فيما يستمر وصول الوفود المتضامنة تباعا من مختلف أنحاء الوطن إليها.
نبقى في القدس المحتلة، حيث شهدت مدارس قرية العيسوية شمال شرق المدينة إضرابا جزئيا احتجاجا على إمعان بلدية الاحتلال في التضييق على التعليم الفلسطيني من خلال نقص مئات المقاعد الدراسية ومنع إدخال المنهاج الوطني، ما يعطل العملية التعليمية رغم مرور شهرين على بدء العام الدراسي. في خطوة احتجاجية على إمعان بلدية الاحتلال في التضييق على التعليم الفلسطيني، شهدت مدارس قرية العيسوية إضرابا جزئيا احتجاجا على نقص 25 غرفة صفية على الأقل بما يشملها من مقاعد لمئات الطلبة، ما جعل أكثر من 70 طالبا بلا صفوف حتى الآن رغم مرور شهرين على بدء العام الدراسي. الطلاب تقريبا 50 طالب و60 طالب داخل الصف، فيش تحصيل علمي لهم، وهذول الشباب يعني توجيهي، وشاب التوجيهي تعرف قديش بده دراسه وبده تعب وكذا شيء، فجزء من الاولاد اصبحوا مسربين بالشوارع، اكثر من 70 طالب بيحضروش للمدرسه من مره، يعني من 1/9 لليوم تقريبا في ناس ما وصلوش للمدرسه من مره، وهذه كلها يعني سياسه البلديه اللي قاعده بتماطل بفتح المدرسه، يعني هذه سياسه التجهيل لطلابنا، خاصه انه الطلاب توجيهي مرحله اساسيه انه لازم يتحولوا من الثانوي للجامعات، فالظاهر الاحتلال معنى انه هذول الجيل هذا انه يخليه من دون تعليم من دون شيء اللي يحوله في الاخر لمرافق العمل عنده. يدرك أهالي العيسوية أن إهمال بلدية الاحتلال بناء المدارس ومنع إدخال المنهج الفلسطيني يأتي في سياق استهداف التعليم الوطني في قرية متمسكة بتدريس أبنائها منهاجا يحافظ على القضية والهوية والأرض والمقدسات. هنا إحنا شهرين وإحنا أولادنا برا المدرسة، معنيين إنهم يطلعوا أولادنا برا العيسوية، بدنا يعطونهم المنهج الإسرائيلي وإحنا رافضينه، إحنا بدنا يضلوا أولادنا هون بقريتنا في مدارسنا بالعيسوية. في بداية أيلول الماضي أعلن أهالي العيسوية رفضهم تعليم أبنائهم المنهج الإسرائيلي في ساحات المدارس، وإن استمرار الأزمة ينذر بسلسلة خطوات احتجاجية تلوح في الأفق حفاظا على التعليم الوطني. الحرب على التعليم الفلسطيني ليست جديدة وتأخذ أشكالا مختلفة للوصول إلى تطويع الأجيال عبر المس بوعيهم، الأمر الذي يتصدى له المقدسيون كما يتصدون للتهويد برمته. من قرية العيسوية، كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين، القدس المحتلة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من القدس مباشرة المختص في شؤون التعليم في القدس الأستاذ راسم عبيدات. أستاذ راسم، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. هل الاحتلال يذهب باتجاه احتلال الوعي الفلسطيني من جديد في محاولة في ظل فشله الاحتلالي الدائم في القدس وغيرها من كل الأراضي الفلسطينية؟ نعم، واضح أن الوزير المتطرف بنت يسعى إلى احتلال وعي طلابنا في مدينة القدس، وأنتم تعرفون أن ضمن الخطة الحكومية التي أقرها الاحتلال من عام 2018 حتى عام 2023 خصص من الملياري شيكل ضمن تلك الخطة لدمج سكان القدس في المجتمع والاقتصاد الإسرائيلي 715 مليون شيكل من أجل أسرلة العملية التعليمية في مدينة القدس وبالتالي نشر المنهاج الإسرائيلي في المدارس الفلسطينية ومحاولة السيطرة على الوعي والذاكرة الجمعية لشعبنا في إطار العدوان على الكينونة والثقافة والانتماء والوعي الفلسطيني، ولذلك نحن نشهد حالة غير مسبوقة في هذا العدوان من خلال منع تدريس المنهاج الفلسطيني ليس فقط في المدارس التي تتبع وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية وبلدية الاحتلال ودائرة معارفه، بل هذا العدوان أصبح يطال محاولة لإسكات المدارس الخاصة والمدارس الأهلية وحتى مدارس التربية والتعليم التي تدرس المنهاج الفلسطيني. وكما تعلمون أن الاحتلال الآن يشن عدوان على مدارس وكالة الغوث واللاجئين والتي يحاول إنهاء وجودها في مدينة القدس من خلال إنهاء عمل وكالة الغوث في مدينة القدس، وهذا يتهدد بإغلاق 7 مدارس تابعة لوكالة الغوث في مدينة القدس، بالإضافة إلى أن الاحتلال كما قلت لك في إطار السعي للسيطرة على العملية التعليمية يستخدم أساليب الترهيب والترغيب، كل الأموال تضخ إلى المدارس التي تدرس المنهاج الإسرائيلي. طيب سيد عبيدات،
سيد عبدات، يعني الآن وقد مر شهران على بدء العام الدراسي وما زال هناك مطالبات لم يتم تنفيذها لمدارس القدس، الآن هناك احتجاجات وإضرابات، برأيك كيف يمكن حماية العملية التعليمية وأيضا بما لا يضر بأبنائنا الطلبة في العاصمة المحتلة والحفاظ على العملية التعليمية بما هو مطلوب وبالحفاظ أيضا على المنهاج الوطني الفلسطيني؟ أولا الصراع على المنهاج مع الاحتلال هو جزء من السيادة الوطنية، لا سيادة وطنية بدون منهاج وطني، ولذلك نحن في مدينة القدس نرى بأن الحفاظ على المنهاج الوطني هو جزء من فرض سيادتنا على هذه المدينة التي يسعى الاحتلال إلى تقويضها، ولذلك لا يمكن أن تتعاطى المدارس في مدينة القدس مع المنهاج الإسرائيلي، وهناك تحذيرات كانت من لجنة أولياء الأمور في منطقة سلوان بسحب المنهاج الإسرائيلي الذي حاولوا فرضه على المدارس الفلسطينية، وخصوصا أن المنهاج يتحدث عن أن مدينة القدس هي عاصمة لدولة الاحتلال، والكثير من التعبيرات والتشويهات التي تطال المنهاج الفلسطيني وتطال الأرض والجغرافيا والتاريخ والرواية الفلسطينية، ولذلك الحفاظ على المنهاج الفلسطيني هي ضرورة وطنية في هذا الاتجاه، ونحن نحافظ على استمرار العملية التعليمية في مدينة القدس باستمرار أن تقوم لجان أولياء الأمور والاتحادات الشعبية بالإضافة إلى القوى والمؤسسات بدعم استمرار هذه المدارس في تدريس المنهاج الفلسطيني، يعني وعدم السماح كل المحاولات طوال 50 عاما من الاحتلال لم تعطي الاحتلال قدرته بالمساس بهذا الواقع في الوعي والتعليم والثقافة، وسيتصدى الجميع بالتأكيد في القدس لكل ذلك. شكرا جزيلا لك سيد راسم عبيدات المختص في شؤون التعليم، كنت معنا مباشرة من القدس، شكرا. في الخليل اقتلعت آليات الاحتلال مئات الأشجار المثمرة من الزيتون واللوزيات تعود للمواطنين في بلدتي ترقوميا وبيت كاحل غرب المدينة، إضافة إلى تجريفها 14 دنما وهدم 3 أبار تجميع للمياه. المزيد مع وعود مسامي. مئات الأشجار المثمرة من الزيتون واللوزيات التابعة للمواطنين في بلدتي ترقوميا وبيت كاحل غرب الخليل اقتلعها الاحتلال بعد أن جرفت آلياته 14 دنما وهدمت 3 آبار تعود للمزارعين دون إنذار مسبق. هذه المنطقة هي منطقة تسمى منطقة جمرورة وتقع غربي بلدة ترقوميا، تم تجريف المنطقة بالأمس بمساحة تقدر بحوالي 14 دنم، وتم اقتلاع ما يقارب 320 شجرة زيتون ولوزيات وجميعها مثمرة، كما وتم تدمير أيضا السناسل الحجرية المحيطة بهذه الأراضي وتدمير الكامل لثلاثة آبار تجميع مياه، وأقصد تجميع مياه ليست آبار جوفية وإنما هي آبار يجمع المزارعين فيها مياه الشتاء لاستخدامها في الفصول الأخرى في ري محاصيلهم الزراعية وكمياه شرب أيضا. الاحتلال منع المزارعين والمتضامنين من الوصول إلى أراضيهم التي تعد مصدر رزق لأصحابها، اعتداء تزامن مع بدء موسم قطف الزيتون الذي ينتظره المزارع سنويا. من الملاحظ أن حجم الدمار كان كبيرا وخسائر المزارعين كانت كبيرة، وهم حقيقة يستهدفون الماء والأرض والحجر والإنسان، لأنهم باقتلاعهم هذه الأشجار المثمرة هم حقيقة اقتلعوا لقمة عيش الأطفال. كسائر أرجاء الوطن تتعرض محافظة الخليل لهجمة احتلالية ترمي إلى تهجير المواطنين من أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني، وهو ما يواجهه المواطنون بصدورهم وثباتهم رغم إجراءات الاحتلال المجحفة بحقهم. ربما استطاع الاحتلال أن يجرف ويقتلع مئات الأشجار المثمرة، لكنه عجز عن اقتلاع المزارع الفلسطيني من أرضه أو النيل من صموده وثباته عليها. من ترقوميا غرب الخليل، وعود مسامي، تلفزيون فلسطين. وفي خربة بزيق شمال طوباس دمرت جرافات الاحتلال غرفا صفية في مدرسة التحدي 10 بحجة وجودها في مناطق أثرية. تقرير أمين شاهين.
انتهاك جديد للنيل من صمود المواطنين. دمرت جرافات الاحتلال كرفانات تعليمية في مدرسة التحدي 10 في خربة بزيك شمال طوباس بحجة وجودها في مناطق أثرية. قام الاحتلال بعد عملية التدمير بتوجيه اخطارات، هناك ثلاث أنواع من الاخطارات تم وضعها. لأول مرة نرى اخطارات أن هذه مناطق أثرية، والاحتلال يجري تدريبات عسكرية فيما في هذه المناطق. الاحتلال يعلنها مناطق عسكرية ومناطق اطلاق نار ويجري تدريبات فيها. كيف هذه مناطق أثرية والاحتلال يجري تدريباته فيها؟ رغم كل ذلك نحن جاهزون للتصدي لكل ما يقوم به الاحتلال. جينا هون على 16 فتحنا المدرسة يعني، وكنا على وشك استقبال الطلاب. فتحت الإدارة وراح السائق يجيب الطلاب، أثناء ذهابه رجع بسرعة وسمعت صوت يعني آليات كثيرة. طلعت برا تفاجأت، طلت التلفون، اتصلت على بلغت إدارة التربية باللي صار، فأجوا علينا بطريقة عنيفة ومنعونا من الاتصال وصادروا هواتفنا وحجزونا، يعني منعونا من التدخل أو إن يعني إن نتحتى الحركة يعني. 24 طالبا وطالبة من المضارب البدوية يتلقون التعليم في هذه المدرسة التي افتتحت جديدا. أصبحوا الآن يتلقون التعليم في العراء بعد مصادرة الغرف الصفية في محاولة من الاحتلال لعرقلة المسيرة التعليمية. الآن جاءوا في قرار في إزالة هذا الحلم، في إزالة ما تم استحداثه من مباني إدارية وتعليمية للطلبة هنا. قاموا باحتجاز مدير المدرسة وسائق المديرية الذي يقل الطلبة الذين يأتون في الصباح الباكر هنا مع مجموعة من الأطفال، وأيضا أعلنوا المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، منعونا من الوصول نحن وجميع الفعاليات في المنطقة وجميع الطاقم التعليمي. كما سلمت سلطات الاحتلال اخطارات تقضي بعدم قانونية الطريق المؤدية الى مدرسة التحدي ووقف العمل فيها بهدف التضييق على الطلبة واغلاق المدرسة التي تعد شوكة في حلق الاحتلال. حتى المدارس لم تسلم من عنجهية الاحتلال وسياساته العنصرية، فاصبح هؤلاء الطلبة دون غرف صفية يتلقون العلم في العراء. من خربة بزيك شمال مدينة طوباس، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين. إلى جنوب أفريقيا وفعاليات الأسبوع الثقافي العربي بمشاركة فلسطينية، تخلل حفل الافتتاح وصلات فنية وغنائية قدمتها فرق من مختلف الدول العربية. الآن نتحول مباشرة إلى جنوب أفريقيا، معنا مراسلة مندوبتنا هناك حنين الحلو. حنين مرحبا بك، ويعني ضعينا في الفعاليات الأسبوع الثقافي العربي الذي تشارك فيه فلسطين في جنوب أفريقيا. نعم، أهلا بك محمد وبالسادة المشاهدين. انطلقت هنا في مدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا فعاليات الأسبوع الثقافي العربي بمشاركة كافة السفارات العربية المتواجدة هنا. هذا الأسبوع محمد حمل اسم القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية وأيضا مئوية ميلاد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا. مزيد من التفاصيل والإيضاحات ينضم إلينا سفير دولة فلسطين لدى جنوب أفريقيا سعادة السفير هاشم الدجاني. سعادة السفير مساء الخير، لو تحدثنا عن مشاركة دولة فلسطين في هذا الأسبوع وأيضا أهمية المقام هنا في جنوب أفريقيا. بداية مساء الخير لفلسطين ولأهلنا وشعبنا في كافة أماكن تواجده من جنوب أفريقيا البلد الصديق اللي نعتز بصداقته حقيقة لتضامنه الدائم وموقفه الثابت مع شعبنا وقضيته العادلة. أنا يوم أمس تشرفت برفقة وزير الثقافة والفنون وبرفقة عميد السلك الدبلوماسي العربي بافتتاح الأسبوع الثقافي العربي الثاني. هذا الأسبوع اللي ابتدأ بحضور كبير من حوالي 19 سفارة عربية موجودة في هذا البلد الصديق، وتشرفت طبعا برئاسة اللجنة التحضيرية للأسبوع الثقافي العربي، كما أنا أترأس أيضا اللجنة الثقافية في مع مجموعة من السفراء العرب. الأسبوع الثقافي بدأ يوم أمس، طبعا شاركت في عدة دول. سفارة فلسطين شاركت طبعا بفرقة فنية مميزة لفرقة الاستقلال، حقيقة أدت
لعبت دور رائع في عمليه في كانت العرض تبعهم مميز بحيث انهم مزجوا ما بين الموسيقى والفن الفلسطيني مع الموسيقى والفن الافريقي واخرجوا يعني كانت النتائج حقيقه مثيره وجميله جدا لانه تتوجت مع أنغام السلام الوطني الأفريقي. طبعا هذا مما أعجب جدا الجنوب أفريقيين. أيضا أستطيع أقول أنه الأسبوع الثقافي هذا كان أساسه اللي هو الاحتفال بمئوية ميلاد الزعيم الوطني مانديلا، زعيم الجنوب أفريقي مانديلا، وأيضا بالاحتفاء بالقدس عاصمة أبدية للثقافة العربية. موضوعة القدس هي أتت بمبادرة من المجموعة العربية في مجموعة السفراء العرب من جنوب أفريقيا لتؤكد للأفارقة أو بالذات للشعب الجنوب أفريقي بأن الموقف العربي اتجاه قضية القدس موقف موحد. القدس مدينة محتلة، القدس عاصمة عربية ثقافتها عربية وتاريخها عربي، وهي عاصمة فلسطين الأبدية اللي لا يمكن لأي دولة عربية أن تتخلى عنها. فبالتالي هذا لتأكيد هذا الموقف العربي الرسمي اتجاه قضية القدس. وتم أيضا من قبل وزير الثقافة والفنون التأكيد على أهمية ربط القدس برمزية مئوية الزعيم نيلسون مانديلا، حيث أن نيلسون مانديلا دائما وأبدا دعم قضية الشعب الفلسطيني ودعم حقه في تقرير المصير، وكان دائما من المبادرين لدعم الشعب الفلسطيني. فبالتالي المناسبتين متناسبات ومتناغمات مع بعضهم البعض. الأسبوع هذا متنوع، شاركت في عدة دول من الخليج من المحيط إلى الخليج. سيكون هناك أيضا اليوم كان في عرض سينمائي لمجموعة من الدول، فلسطين أيضا تشارك بفيلم عن مدينة القدس. سيكون غدا أمسية شعرية شارك فيها عدد من الشعراء العرب، بالإضافة إلى معرض كامل الدول العربية بعد غد. وفي اليوم النهائي يكون يوم الجمعة إن شاء الله اللي يكون زي فاشن شو اللي هو عرض أزياء تراثية للشعوب العربية، بالإضافة إلى عشاء عربي من المأكولات العربية من جميع الدول العربية، هتشارك فيه كل السفرات إن شاء الله. احنا انا سعيد جدا بهذا الاسبوع لانه هو حقيقه انجاز للسفارات العربيه وتاكيد على القدس وعلى هويه القدس وتاكيد على انه القضيه الفلسطينيه هي في قلوب العرب وفي قلوب الافارقه ايضا وبالذات في قلوب الاصدقاء في جنوب افريقيا. هذه واحده. ثاني شيء انه بتاكد انه احنا على استمرار بتعزيز اواصر العلاقات العربية الأفريقية لما لها من أهمية في أيضا بناء جسور التفاهم والصداقة ما بين الشعبين الصديقين، الشعوب العربية والشعب الأفريقي. شكرا جزيلا لك. شكرا. تعالي. نعم محمد، أود أن أشير في الختام إلى أنه سوف تستمر فعاليات الأسبوع الثقافي العربي حتى يوم الجمعة القادم، حيث ستقدم الفرق عروضا فنية ووصلات غنائية تعبر عن الثقافة العربية. نعم. شكرا جزيلا لك يا حنين الحلي، وكنت معنا من جنوب أفريقيا، ولسعادة السفير هاشم الدجاني. شكرا. الآن إلى الموجز الاقتصادي مع عماد الرجبي. أهلا عماد. أهلا وسهلا محمد وديانا. أهلا بكم. أغلق مؤشر القدس وهو الرئيس في بورصة فلسطين جلسة تداول اليوم على انخفاض طفيف، مسجلا مستوى 528 نقطة تقريبا عن إغلاق الجلسة السابقة. وتأثر المؤشر الرئيس بانخفاض قطاع الاستثمار والتأمين، بينما استقرت باقي مؤشرات القطاعات. هذا وشهدت الجلسة تداول نحو 75 ألف سهم بقيمة إجمالية بلغت قرابة 189 ألف دولار، نفذوا عبر 71 صفقة. إلى ذلك ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الأسهم الآسيوية بفعل المخاوف السياسية وعدم التيقن بشأن الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي ومتاعب الميزانية الإيطالية.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1233 دولار للأونصة. هذا ونقلت رويترز عن خبراء قبلهم أن التوترات الجيوسياسية أعادت الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا. كذلك انخفضت أسعار النفط بعدما طمأنت السعودية المستثمرين أنها ستضخ المزيد من النفط في الأسواق عند الحاجة قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الصادرات الإيرانية وذلك الشهر المقبل. ونزل خام برنت الأول مرة منذ قرابة شهرين إلى 78 دولارا للأونصة أو للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس إلى 68 دولارا للبرميل. نهاية الموجز، الآن عودة إلى الزملاء والمزيد من الأخبار. شكراً لك عماد. أطلقت مجموعة شبابية في المحافظات الجنوبية حملة إنسانية تهدف إلى توفير مساعدات عينية من بينها أغطية شتوية لتوزيعها على الأسر المحتاجة مع حلول فصل الشتاء. تفاصيل أوفى مع صفاء الهبيل. قبيل حلول الشتاء تنشط مجموعات شبابية متطوعة لتقديم مساعدات عينية للأسر المحتاجة ضمن حملات التكافل الاجتماعي، حيث انطلقت مبادرة خيرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجمع أغطية شتوية فائضة من المتبرعين. الفكرة بلشت معنا من حرب 2014 العدوان الأخير على غزة. كنا في مدارس الوكالة ويومها اضطرينا ننام في المدرسة وكان الجو بارد، فكان شعرنا فيك موقف انه الاحرام هذا شيء مش بسيط، مش سهل جدا يكون عندك احرام. الفئه المستهدفه حاليا لجميع افراد المجتمع مستهدفين، لانه حاليا غزه في وضع اقتصادي شبه كارثي. تقريبا باليوم نجمع 10 احرامات، الحمله حتضلها شغاله لنهايه الشهر. التوزيع حيصير على كل مناطق غزه حسب المكان، كل شخص قديش كميه جابوا لنا من المحافظه حنوزع حسب الكميه جابوا لنا اياها. نحو 10 أغطية يتسلمها فريق حملة دفوهم بشكل يومي وبالتعاون مع العديد من المغاسل في المنطقة الوسطى، حيث انطلقت المبادرة تغسل وتجهز للبدء بتوزيعها. احنا ضمن المغاسل المشاركة في حملة دفوهم، بيجيبولنا الحرمات هان بنغسلهم أول مرحلة، بعدين بننشفهم يعني التعقيم نعرضهم للشمس، بعدين المرحلة الثانية اللي هو منعطرهم ريحة ومنبكتهم. مندعي يعني كل المغاسل انهم يشاركوا في هيك حملة، لانه في ناس منتفعة منهم يعني، وبتجوز عليهم انه يتعاملوا معنا، يجيبوا حرمات مثلا، يساعدوا في كمية الحرمات في الغسيل، يخفضوا الاسعار. لمسة إنسانية بادرت فيها مجموعة دفوهم المكونة من 5 متطوعين انطلاقا من المسؤولية المجتمعية التي يأملون أن تأخذ بها وتدعمها المؤسسات الخيرية لتستمر في عطائها. حملة خيرية لجمع فائض الأغطية من المتبرعين تجهز وترتب بشكل يليق بمن يحتاجونها ضمن حملة استقبال فصل الشتاء، لتكون باكورة الأعمال الخيرية التطوعية والتكافلية. من مدينة دير البلح، صفاء الهبيل، تلفزيون فلسطين. آخر وأبرز الأخبار الرياضية مشاهدينا نتابعها والزميلة كيان الصيفي. مساء الخير كيان. مساء الخير ديانا. مساء الخير محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. اعتذر قائد ريال مدريد سيرجيو راموس عما بدر منه تجاه زميله الشاب سيرجيو ريغلون خلال تدريبات الميرينجي، وأثناء التدريبات حاول ريغلون خطف الكرة من راموس ولكنه اصطدم بالخطأ بوجه قائد الفريق، فأتت ردة فعل راموس عصبية حيث حاول تسديد الكرة في اللاعب الشاب عن عمد، وبعد توقف اللاعب عاد ليسدد الكرة فيه من جديد وارتطمت به بالفعل. وبعد انتهاء التدريبات نشر راموس صورة عبر تويتر برفقة بعض لاعبي الملكية كي ليعتذر فيها عن تصرفه مع ريغلون.
ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الأولى بعد تعرضه للإصابة في مباراة فريقه الأخيرة أمام إشبيليا، ونشرت صحيفة سبورت الإسبانية صورا للاعب الأرجنتيني وأفراد من عائلته واجتماعه ببعض زملائه ببرشلونة مثل فيليب كوتينيو ولويس سواريز. وأعلن برشلونة رسميا غياب ميسي عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد والمقرر لها يوم 28 تشرين الأول الجاري في قمة مباريات الدوري الإسباني. وذكر برشلونة أن ميسي خضع لفحوصات طبية أظهرت تعرضه للكسر في ذراعه إثر سقوطه على الأرض خلال مباراة الفريق أمام إشبيليا. تسلم النجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي 2017-2018 والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين. وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 11 عاما، كما قاد الفريق لإنهاء مشواره في النسخة الماضية في من مسابقة الدوري الإنجليزي في المربع الذهبي. وحصد محمد صلاح أكثر من 35 جائزة فردية منذ انضمامه لصفوف ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، أبرزها التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم. لفت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاءه بفريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي وفريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي. وظهر رونالدو خلال المؤتمر مرتديا ساعة فاخرة مرصعة بالألماس، وجذبت الساعة عدسات المصورين وانتشرت صورها في وسائل الإعلام، فيما قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن سعرها يقدر بنحو 1.5 مليون دولار. وقال خبير المجوهرات البريطاني جوزيف فروست إن الساعة التي ارتداها رونالدو من ماركة فرانك مولر واصفا إياها بالنادرة. نهاية جولة الرياضية لهذه الليلة، شكرا للمتابعة، عودة إلى ديانا ومحمد. شكرا لك. في نابلس أدى أبناء الطائفة السامرية فجرا طقوس الحج على قمة جبل جرزيم إذانا ببدء أول أيام عيد العرش الذي يستمر 7 أيام. بوابة السماء قمة جبل جرزيم، قبلة السامريين وسبيلهم إلى الله. فمن هذا المكان المقدس لأصغر طائفة في العالم يفتتح السامريون ختام أعيادهم عيد العرش بتلاتيل التوراة القديمة لبني إسرائيل، شكرا وعرفانا لرب أنعم عليهم بخلاصهم من عبودية فرعون. بلباسهم الأبيض التقليدي يحج السامريون إلى قمة جبل جرزيم جنوب نابلس إذانا ببدء عيد العرش، وهو ثاني أكبر أعياد الطائفة التي تحتفل فيه بخروج بني إسرائيل من مصر وتحررهم من طغيان فرعون ومسيرهم في صحراء سيناء 40 عاما أظلهم الله خلالها من حر الشمس وبرد الصحراء بحسب معتقدهم. مع ساعات الفجر الأولى توافد السامريون إلى قلعة العالم، أقدس بقعة بالنسبة لهم، وعلى أرضها توالت صلواتهم حتى شروق الشمس، صلوات صدحت خلالها حناجرهم بتراتيل التوراة المقدسة باللغة العبرية القديمة، لينطلقوا بعدها لمراسم الطواف لأركان القلعة. الحج عند السامريين 3 مرات في السنة، في عيد المظلة وفي عيد الحصاد وفي عيد الفسح. الطقوس اللي بنمارسها احنا منزور المذابح الذي أقامها شعب بني إسرائيل، منزور المكان الذي نعتقد أن الهيكل مبني فيه وفقد منه. الطقوس يجب أن نمرق على الأحجار 12 حجر اللي هم أصباط بني إسرائيل. بعد أن يفرغ السامريون من مراسم الحج يعودوا أدراجهم صوب منازلهم، حيث تقام العرائش بأمر من الله ليستظلوا بها 7 أيام مبتهجين فرحين بعيدهم، فرحة يتشاركها معهم زوارهم من المهنئين بالعيد من أبناء الطائفة وأبناء المدينة على حد سواء. بعناية وإتقان يبني السامريون العرش بأجود أنواع الفواكه والحمضيات وأوراق الغار وسعف النخيل، فهي تمثل الجنة لهم. نحن نقيم العرش في بهذه الذكرى، والعرش له دلائل كثيرة. لا يجوز لنا أن نقيم العرش إلا بعد أن نصوم، والصيام عند السامريين هو يوم كامل مدة 25 ساعة بنصوم فيه عن كل شيء، عملا بقوله تعالى
إخواننا المسلمين بيصوموا زي السامريين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الذين من قبلكم هم السامريون. تكتسب الطائفة السامرية مكانة خاصة كونها جزءا أصيلا من النسيج المجتمعي الفلسطيني، وهم يمثلون ديانة بني إسرائيل الحقيقية غير المشوهة بالدسائس والخرافات الصهيونية. بكر عبد الحق، تلفزيون فلسطين، نابلس. أما الآن مشاهدينا فننتقل إلى حالة الطقس مع الزميلة روز أبو عصب. مساء الخير روز. مساء الورد، يعطيكم العافية. السلام عليكم أعزائي المشاهدين وأهلا بكم. شهدت فلسطين مع ساعات النهار يوما خريفيا مائلا للحرارة إلى حار نسبيا مع تواجد الغبار الخفيف بشكل متفاوت في الأجواء. هذه الحالة الجوية السائدة ستبقى دون تغيرات ملموسة حتى يوم غد الأربعاء، مع استمرار تواجد للغبار بشكل متفاوت خاصة في جنوب البلاد، كما وتكون الأجواء أكثر دفئا من المعتاد ليلا مع هبات قوية أحيانا، على أن تتأثر البلاد يوم الخميس المقبل بامتداد منخفض جوي يترافق بانخفاض ملموس على درجات الحرارة وهطول الأمطار الرعدية في أجزاء مختلفة. والآن ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام لدرجات الحرارة العظمى المتوقع أن تسجل ليوم غد الأربعاء. ونبدأ من العاصمة القدس المحتلة 29، رام الله 27، نابلس 30، جنين وطوباس 33، طول كرم وقلقيلية أيضا 33، سلفي 29، أريحة 37، بيت لحم 29، الخليل 28. وننتقل وإياكم إلى المحافظات الجنوبية، ونبدأها من غزة 31، دير البلح 33، خان يونس 31، وأخيرا رفح 33. ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن إلى العواصم العربية والعالمية. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام لنهاية نشرتكم الجوية، أتمنى لكم ليلة سعيدة في أمان الله. والآن عودة لكما ديانا ومحمد. شكرا لك روز. شكرا لكما. قبل الختام هذا تذكير بأبرز عناوين النشرة. اختتم زيارة رسمية لسلطنة عمان أكد خلالها عمق العلاقات التاريخية السيد الرئيس، يقول بأن المركز سيناقش في اجتماعه القادم القضايا السياسية والتنظيمية وجدول الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل. شهيد وعشرات الإصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال شرق دير البلح. تواصل الاعتصام في قرية الخان الأحمر والاحتلال يدمر غرفا صفية في مدرسة شمال تونس. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، وأما الآن نبث على حضراتكم اللقاء الخاص مع السيد الرئيس محمود عباس خلال زيارته لعمان.